موعد. وشدد وزير الموارد المائية خلال معاينته لمشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة تغرم بلدية توجة بولاية بجايدة، شدد من مسؤولية الشركات المنجزة للمشروع على احترام أجل الإنجاز وتسليم هذه المحطة في الأجل المحددة من أجل القضاء على أزمة مياه الشرب بمناطق الولاية. التغطية لربح سايش. محطة التصفية ببجاية التي تكون بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب في اليوم، هذا المشروع الهيكلي الضخم الذي وقفنا عليه ولاحظنا أن وتيرة الأشغال مقبولة جدا من طرف الشركات الوطنية المكلفة بالإنجاز. هذا المشروع الذي أكدنا على كل الفاعلين فيه وكل المتدخلين من أجل إتمام هذا المشروع في أجاله المحددة، وطلبنا من صاحب المشروع المفوض الجزائري للمياه من أجل تقديم مخططات لتقليص مدة الإنجاز، لأن هذا المشروع الجميع يجزم بأنه سيقضي نهائيا بصفة جذرية على مشكلة التزود بالمياه الصالحة للشرب في كل نقاط الولاية. هذا وتعهد وزير الموارد المائية طه دربال تعهد بتسليم مشروع تصفية المياه المستعملة بمنطقة رميلة بسيدي عيش في النصف الثاني من شهر مارس المقبل مع تدارك الأشغال المتأخرة في هذا المشروع الاستراتيجي. يعني بالفعل مكسب للمنطقه ومكسب لولايه الجزائر. نتمناو انه عندنا دي ستاسيون اخرين ان شاء الله في دي بوان اخرين راح نتكلموا عليهم. كان فيه بعض التاخير لكن اعطينا تعليمات للسيده المديره العامه باش تقلص الاجل تاع الانجاز وتقدر تروح حتى تغيير نمط الانجاز طرواويت على الاقل دو فوا 10. اون فاكاناليزو كلي زويزيك ساعدين الوسيف نروح ديريكتومون لا ستيب دونك سي فايد دونك نروح انا كي 80 ديريكت ساعدين الوسيف نروح انا لا ستيب. من كي تبغى تسولفي ان بروبليم لا ستاسيون ديرو الفاجني نيميرو 2 ذهني قال لنا كيك شوت مازال اتان جيني سيفيل داكلاس اتان زعما يديني 50% دونك مازال خذ ما شتيلات لان هنا الستاسيون ديرو الفاجني نيميرو 2 نتا ديت تاويها ديت بومبينا ماني لي جوزي لا ستاب ديني مازال فوكاره ثانا زعما رست في الوقت ان شاء الله في كان لي زونكاجمون ان شاء الله 22 مارس تيلي اوبيراسيونيل. من جهته الوزير أمر بإعداد برنامج خاص لضمان تمويل وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بشتى الإمكانيات والوسائل التي وضعها القطاع. ما لحقناش ولي بروجي اون كور دو رياليزاسيون دير دي ديسبوزيتيف اخرين لان المواطن حتى ما لحقتلوش الماء كاين طريقه اخرى تلحق له بها لانه المواطن يبقى بلا ماء غير مقبول. اطلب ما عندكش لي موايان موجودين. مواطن لازم 12 شهر يكون عنده الماء لكن بصوره خاصه كاين في واحد المواعيد شهر رمضان الكريم ان شاء الله راح يجي بالخير ان شاء الله على كل الجزائريين وعلى كل المسلمين. نتمناو انه المواطن في الشهر هذا بصوره خاصه يعني هو من المفروض 12 شهر لكن بصوره خاصه في شهر رمضان يكون ترونكيل الانسان ويكون مرتاح ممكن يجهد الصيام على الاقل الخدمه العموميه تكون متحسنه. ثانيا في الصيف ولايه بجايه ولايه سياحيه بامتياز ومعروفه السكان اللي يدخلوا بالك اكثر من عدد السكان اللي موجودين اصليين. حنا ماذا بينا تكون خدمه عموميه تشرف ولايه بجايه وتشرف سكان بجايه وتشرفنا احنا كقطاع ريف.